من القاهرة نحييكم ونبدأ معكم على الفور نظرة على أهم وآخر المستجدات على الساحة المصرية وكمان العربية والعالمية. هنبتدي متابعتنا بالاجتماع اللي عقده النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لأنه الرئيس من خلال هذا الاجتماع وجه بالتوسع فيما كانت منظومة التموين، وده للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكمان بكفاءة، فضلا عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية، وده لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة اللي بتتجهه أو بتنتهجه الدولة حاليا. وجه كمان الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بجميع المنافذ الحكومية والتمويلية على مستوى الجمهورية. تم كمان خلال الاجتماع استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وده لاستعادة إنتاجها المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرته التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلا عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حاليا. كما وجه السيد الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. وقد وجه السيد الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح لضمان استدامة تميز الإنتاج من حيث القرب من الموانئ والمحاور الاستراتيجية، وكذلك مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. نروح للتقرير اليومي لوزارة الصحة اللي بترصد فيه عدد المصابين وكمان عدد اللي شفيوا من فيروس كورونا. النهاردة وزارة الصحة أعلنت عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وده بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة تم شفائهم بالكامل. عدد إجمالي المتعافين من الفيروس وصل ل 15133 حالة لحد النهاردة. دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزارة الصحة قال إنه عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحاليلها معملية من إيجابية لسلبية للفيروس فيروس كورونا ارتفع ل 16313 حالة. نروح بقى أو نيجي بقى الحالات الجديدة. الحالات الجديدة النهاردة اتسجلت 1576 حالة إصابة جديدة بعد ما عملوا التحاليل وأثبتت إيجابية تحاليلها، وعدد الوفيات النهاردة 85 حالة وفاة.
وزير الخارجية سامح شكري النهاردة عمل مقابلة أو حديث صحفي مع وكالة أسوشيتد بريس، بثت الحديث النهاردة، وقال فيه أن مصر طلبت من مجلس الأمن استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل عادل ومتوازن، فضلا عن حث إثيوبيا على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. حذرت مصر كمان انه ملء السد دون اتفاق بيشكل خطر وتهديد واضح وصريح على مصر بتداعيات تهدد السلم والامن الدوليين. اكد وكمان وزير الخارجيه ان مصر تريد من مجلس الامن القيام بمسؤولياته ومنع اثيوبيا من اتخاذ اي اجراءات احاديه بالبدء في ملء خزان سد النهضه دون اتفاق. مسؤولية مجلس الأمن بموجب الميثاق هي التعامل مع أي تهديد له صلة بالأمن والسلم الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد، وبالتالي يجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع مثل هذا الوضع من التطور. لا نسعى لأي إجراء قصري من جانب مجلس الأمن، لكن فقط التأكيد على دعوة الدول لمواصلة المفاوضات والامتناع عن الإجراءات الأحادية. الإجراء الأحادي في حد ذاته يمنع أي إمكانية لاستئناف الحوار. النهاردة كمان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال إننا في دولة الإمارات نقف قلبا وقالبا مع مصر الشقيقة من واقع علاقاتنا الثنائية التاريخية وروابطنا العربية الأزلية، كما أننا مع الحلول العاقلة والتي تجنب عالمنا العربي المزيد من الاقتتال والعنف. أضاف كمان أن هناك قلق عربي كبير من التغول التركي، وأن استقدام الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بيمثل تصعيدا خطيرا. وزير الدولة الإماراتي ده كانت تصريحاته الخاصة لبوابة أخبار اليوم النهاردة. أضاف كمان أنه يعني هذه المواقف تأتي أيضا في خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد إعلان القاهرة، ليؤكد حرص مصر أولا على الحل السياسي، ولكنها مصممة على حماية أمنها والمرتبط في حدودها الغربية بأمن ليبيا، ونتمنى ألا تختبر أيا من الأطراف الصبر والعزيمة المصرية. طيب، مملكة البحرين أكدت كمان على موقفها الثابت والراسخ في دعم مصر للحفاظ على أمنها القومي والأمن القومي العربي، وأن مصر هي قلب العروبة النابض. في افتتاحية واحدة من أهم الصحف البحرينية، أشادت صحيفة الأيام البحرينية بدور مصر التاريخي والمحوري في العالم العربي، وقالت إن مصر لها الدور التاريخي والمحوري للأمة العربية، ولذلك فهي عانت وما زالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة. صحيفة قالت أيضا، كما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، فإننا نقدر لمصر دورها الكبير كعمق حيوي واستراتيجي وما تمثله من ثقل أمني، وأن البحرين حريصة على أمن واستقرار مصر وتقدمها والنهوض بدورها ونصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة. شددت على أن البحرين لم تتوانى في التأكيد على تضامنها مع مصر وعلى حقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها، فهذا واجب على كل إنسان عروبي الانتماء تجاه مصر والعروبة وحقها في الدفاع عن أمنها القومي إزاء تطورات الأحداث في ليبيا الشقيقة. هي كل الإشارات دي طبعا على تطورات الأوضاع في ليبيا. نروح لخبر تاني. النهارده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية ندوة لمناقشة إجراءات أو اجتماع لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. وجه الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام مدير عام لامتحانات التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وده في ظل طبعا الظروف اللي بتمر بها البلاد حاليا.
وقال إنه بداية أعمال التقدير لامتحان اللغة العربية هتبدأ من يوم الخميس القادم 25 يونيو، وأضاف إنه الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وده حرصا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين. البنك الزراعي المصري واصل النهارده صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وده وفقا لخطة الدولة، وده على مدار 3 أشهر، وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين اللي صرفوا المنحة أمس الأحد والنهارده الاثنين 250 ألف عميل تقريبا من مستحقي الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة. دكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك أكد على انتظام سير العمل منذ أمس الأحد لصرف الدفعة الثانية من خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، واللي من المقرر ليها 5 أيام عمل حتى 25 من الشهر الجاري. ده بيأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين من آثار وباء فيروس كورونا المستجد. قناة النيل الأخبار أجرت حوار خاص مع مدير ميناء الغردقة العميد هيثم محمد، وده أثناء الزيارة اللي بيقوم بيها أو قام بها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ووزير كمان الطيران المدني، وده لتفقد مطار الغردقة والمنشآت الفندقية. هنروح نشوف إيه التفاصيل ومدى جاهزية المنشآت السياحية خلال المرحلة القادمة. محمد الخطيب مراسل النيل أجرى هذا الحوار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا الحوار الخاص والحديث مع العميد هيثم محمد، وهو مدير عام ميناء الغردقة البحري. برحب بك يا فندم على شاشة النيل الأخبار، وخلينا نتكلم على أهمية ميناء الغردقة كبوابة لتنشيط حركة السياحة. أولا أنتم شرفتونا النهاردة ونورتونا مع معالي السيد وزير السياحة والسيد وزير الطيران المدني. طبعا ميناء الغردقة هو ميناء بيرجع تاريخه لسنة 1933، وهو اساسا مصمم لحركه الركاب والسياحه. فانا عندي بيشتغل حركه اليخوت، عندي حركه اليخوت البحريه اللي هي البرايفت، ودي انا بستقبلها تقريبا يوميا، ودي ما انقطعتش الحمد لله لغايه دلوقتي يعني. وعندي المركب اللي احنا عليها الكوين فيرتيتي، ودي تابعه للجسر العربي، ودي بتشتغل خط شرم الشيخ الغردقه، ودي بتعمل الرحلة من 2 لـ 2.5 ساعة، فدي بتوفر كتير جدا عن الرحلة البرية. يعني الرحلة البرية تقريبا لو احنا هنتحرك من الغردقة لشرم الشيخ هنقعد اكتر من 14 ساعة تقريبا في الطريق. فدي طبعا احنا بنعمل تنشيط للسياحة سواء هنا الغردقة او مدينة شرم الشيخ. طبعا بالإضافة إن أنا برضو بشتغل الركاب العاملين في دول الخليج والسعودية والكويت، ففي شركة القاهرة للعبارات، ودي المركب اللي واقفة قدام حضرتك برضو، دي بتنقل السادة العاملين اللي بيشتغلوا أو إخواتنا العاملين اللي بيشتغلوا في الخليج عامة، في السعودية أو في الكويت، بعربياتهم. يعني يا إما راكب بدون عربية أو راكب بصاحب عربيته. فدي الرحلة دي برضو بتاخد حوالي 4 ساعات ما بين ميناء ضبا وميناء الغردقة. يمكن ده يخلي حضرتك على أهمية وجود ميناء زي ميناء الغردقة، إن هو إزاي بيربط بقى ما بين الغردقة وما بين الموانئ التانية، وده إزاي بيساعد إنه يبقى فيه تنشيط أكتر للسياحة. والله بص، هو أي ميناء، يعني إحنا بنتكلم عن الموانئ البحرية عامة، هي بتبقى منشأة أساسا لتنشيط السياحة. يعني احنا عندنا هيئة موانئ البحر الأحمر أولا بتضم أكتر من ميناء بتستقبل الركاب، وفي بيستقبل بضايع زي مثلا ميناء سفاجة بيستقبل مع حركة الركاب بيستقبل بضايع. فوجود ميناء في أي مدينة بتبقى أساسا المدينة دي في الأساس مدينة سياحية، لأن احنا السياحة عامة بتعتمد على سياحة الريخوت، ودي احنا يمكن الحمد لله بيننا وبين شرم الشيخ احنا اكتر من 200 بنستقبل يخوت سياحيه.
زائد انا بستقبل مراكب الكروز، ومراكب الكروز دي اللي هي بتشيل، بتبقى مراكب بتلف اكتر من ميناء، وبتخش اكتر من ميناء في مصر، منها بتخش عندي في ميناء سفاجه وميناء الغردقه وميناء شرم الشيخ، وبتخش مواني السويس، بتخش مواني ميناء انا اسف ميناء السخنه. فدي برضو انت بتجيب سياح من جميع انحاء العالم بيجي يزوروا مدينه زي الغردقه، بيجي يعمل عندي الرحله السياحه الثقافيه، ان هو بينزل عندي هنا بيتحرك للمطار وبيطلع للاقصر واسوان، بيعمل السياحه الثقافيه بتاعته، الرحله بتاعته، وبيرد تاني. فدي طبعا بتبقى المواني البحريه دي بتنشط السياحه في جمهوريه مصر العربيه. طبعا بعد قرار الحكومه بفتح المطارات وان شاء الله يكون في عوده للسياحه مره اخرى، الاستعدادات بقى يعني بناء الغردقه استعد ازاي ان هو يبدا يستقبل سياح تاني؟ حضراتكم طبعا انت حضرتك دخلت وشفت الصالات ومدى تجهيزاتها، انا عندي الهيئه اتعاقدت على بوابات التعقيم، ودي احدث بوابات موجوده فعلا في العالم وبتنتجها الهيئه العربيه للتصنيع، وده حاجه تشرفنا كمصريين كلنا طبعا. احنا تعقدنا عليها، حضرتك بتخش ودي تطهير بالبخار، مش تطهير ما يعني اللي بيخش ما فيش مشكله في لبسه او ما فيش مشكله، بيخش يتعقم تعقيم كامل، وعاملين زي ما انت شفت حاجه برضو حاجه مسافه للتباعد ما بين السادة الركاب أو الزائرين، عشان ربنا إن شاء الله كده نمنع انتشار المرض الكورونا دوت، وإن شاء الله يا ربنا يشيل الغمة ديت وترجع السياحة السابقة عادها إن شاء الله. سيد العميد هيثم محمد، بشكر سيادتك جدا يا فندم وبالتوفيق، وإن شاء الله نكون معاكم على فترات نتابع بقى حركة السياحة إن شاء الله. يا ريت يا فندم حضراتكم تشرفونا في أي وقت، وإحنا جاهزين لاستقبالكم في أي وقت، وده شرف لينا، وأنتم شرفتونا النهارده ونورتونا. شكرًا جدا فندم، شكرًا جدا. أشكرك. يعني زملائي كما تابعتم معنا، هذه هي الاستعدادات التي تجرى في ميناء الغردقة البحري لإن شاء الله عودة فتح المطارات مرة أخرى واستقبال السائحين. شكرًا وعود إليكم في استوديوهاتنا في القاهرة. طيب احنا خلصنا جولتنا المحلية، لكن هنروح لخبر لأنه في تطورات في على صعيد القضية الفلسطينية. النهاردة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عراقات أعلن أن لدى الفلسطينيين ائتلاف دولي بيضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. عراقات قال أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد هذا القرار، القرار الإسرائيلي بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب. وأشار كمان أنه الائتلاف يضم المجموعة العربية طبعا أولا، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية والأوروبية. فلسطينيون بيتخوفوا طبعا من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية اللي بتشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. من المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من أول يوليو القادم أو هكذا أعلنت. احنا بينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي الدكتور أو الأستاذ جهاد حرب، تحياتي لحضرتك أولا. ويعني 8 أيام تعتبر هي الأكثر حسما من التاريخ اللي أعلنته إسرائيل بضم الأراضي. من المفترض أنه مجلس الأمن أيضا سيعقد جلسة بهذا الخصوص يوم الأربعاء القادم، إلى أي مدى تعولون على مجلس الأمن في هذه المرحلة؟ يعني الفلسطينيين يحاولون تجنيد أقصى ما يمكن من دول لمعارضة عملية الضم التي تقوم إسرائيل القيام بها، لكن مجلس الأمن كما تعلمين محكوم بالخمسة الكبار، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي اقترحت عملية الضم ستقوم باستخدام الفيتو أمام أي قرار فلسطيني أو عربي يندد بالفيتو بعملية الضم التي تنوي إسرائيل القيام بها. و بمعنى آخر الولايات المتحدة صاحبة صفقة القرن التي نصت على سلخ 30% من أراضي الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية إلى وضمها إلى إسرائيل، فتمارس ضغوطا أيضا على الدول أعضاء مجلس الأمن لكي لا يكون هناك
واسع لصالح القضية الفلسطينية لصالح أي مشروع قرار ينوي الفلسطينيين اتخاذه من طيب يعني الآن 192 دولة من أصل 194 هم عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضوا هذه الخطة، يعني ألم يعتبر هذا كافيا؟ إلى أي مدى يكون هذا له التأثير الإيجابي أو التأثير في ردع إسرائيل من حتى تأجيل هذا المخطط؟ يعني عملية التأجيل أو إلغاء عملية الضم ستكون لأسباب داخلية لإسرائيل وليست للضغط الدولي أو يعني بمعنى آخر هذا التحالف أو هذا الكم من الدول، لأنها هي تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس وهي تخالف القانون الدولي. ما لم يكن هناك ضغطا دوليا واسعا بمعنى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية لإسرائيل، لا أعتقد أن إسرائيل سترتدع من هذا التحالف. الأهم هو الأدوات التي يستخدمها أو تستخدمها الدول للضغط على إسرائيل. حتى الآن لم نرى على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي أن حول البيانات والتنديد والاستنكار لأفعال جدية يمكن وأدوات يمكن الضغط على إسرائيل وتنهيها عن أي إجراء يعني يطرد بأنه يخرق القانون الدولي. ما زال الفلسطينيين يحاولون تحويل الأقوال التي تتحدث بها هذه الدول إلى أفعال جدية تؤثر على العلاقة الإسرائيلية مع هذه الدول أو علاقة هذه الدول بإسرائيل وممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة. طيب يعني الآن الدكتور صائب عراقات عندما تحدث عن مجموعة من الائتلافات التي تقف ضد يعني هذا التحرك الإسرائيلي، في مقدماتها طبعا المجموعة العربية، تليها مجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية وأيضا الأوروبية، وحضرتك كنت تتحدث عن المواقف الدولية. على جانب الآخر يتحدث وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته أو في حديثه لإذاعة إسرائيل أنه إسرائيل ستتخذ بعين الاعتبار تحذيرات مسؤولين في الدول العربية من تنفيذ هذا المخطط بضم مناطق من الضفة الغربية. ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي في ضوء ما تحدث عنه مساعد وزير الخارجية الأمريكي؟ يعني في الأيام الأخيرة يفهم أن بعض أطراف الإدارة الأمريكية قد تراجع عن التأييد الواسع لإسرائيل فيما يتعلق بعملية الضم، أو أن هناك شروطا للقبول بعملية الضم وهي الذهاب إلى المفاوضات والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لصفقة القرن أو ما حدثت في صفقة القرن. لكن هناك ضغطا أو هناك معارضة إسرائيلية سواء من نتنياهو أو من اليمين الإسرائيلي حتى الموافقة على صفقة القرن في صيغتها الحالية. لذا في ظني يعني الولايات المتحدة الأمريكية هناك تراجع لدى البعض من أصحاب الإدارة الأمريكية وللأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات العربية أو الموقف العربي سواء مصر أو الأردن على سبيل المثال، وكذلك دول الخليج العربي التي أبدت معارضة واسعة في الأوقات الأخيرة أو في الآونة الأخيرة لعملية الضم، وأنها تعطل أي إمكانية لأي علاقة مع إسرائيل مستقبلا كما قال السفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية مخاطبا المجتمع الإسرائيلي. يعني بمعنى آخر النص العربي الموحد الرافض لعملية الضم قد يؤثر أيضا في التفكير الإسرائيلي إذا ما أراد أن يكون هناك مستقبلا علاقة سوية مع المحيط العربي أو الإقليمي لإسرائيل مستقبلا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد جهاد حارب المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من رام الله. هنروح لمتابعة تانية كده سريعة. النهاردة رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية دكتور علي عوف قال أنه تم ضخ ملايين الجرعات من الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية وكمان الصيدليات الخاصة، وده لسد احتياجات السوق. الحاجات اللي ناقصة في السوق هي بتنقسم لجزئين.
جزء خاص بالادويه الاساسيه لعلاج الكورونا اللي هي الهيدروكسيكلوروكوين والازيثروميسين كمضاد حيوي والباراستامول، والجزء الثاني اللي هو خاص بيه المناعه اللي هي مكملات المناعه، الفيتامين سي والزنك والفيتامين دي، دول شقين. فبالنسبه للادويه الخاصه بالاساسيه لعلاج مواجهه كورونا وكده، بدأنا نراجع المخزون والكميات اللي هي المفروض السوق محتاجها والقصة. فهيئة الدواء المصري حطت ضوابط للبضاعة اللي نازلة بحيث ان هو يتم توزيعها على جميع الصادرات بالتساوي، هناك تفتيش دوري على الكميات اللي بتنزل. الكميات اللي تم نزولها للسوق تم ضخ في خلال العشر ايام اللي فاتت فوق المليون علبة أزيثروميسين، حوالي 2,800,000 علبة باراستامول، فوق المليون علبة زنك، 1,300,000 فيتامين سي، تمام، 600,000 باراستامول شرب، 500,000 أزيثروميسين شرب. ده كله ده ضخ بدأ تباعا تنزل الصيدليات، وهناك توزيع من الموزعين. الموزعين النهارده كل موزع بيبعت للتفتيش الصيدلي يوميا مسحوباته باسماء الاماكن بعناوينها بتليفوناتها، بحيث ان لو هناك صيدليات بتاخد اكتر من احتياجاتها بينزل يفتشوا عليه على اساس ان هم يتاكدوا من انه في هناك توزيع سليم ومفيش سودة تظهري. هنروح لوزارة الداخلية لكن مش الشق الأمني، هنروح لموضوع تاني، لأن هي وزارة الداخلية ما زالت بتواصل تقديم مبادرة كلنا واحد، وده لتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل اللي يحب بلده بلد بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان. أعدت وزارة الداخلية عبوات تحتوي سلع غذائية أساسية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ويأتي توزيع تلك العبوات في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، واستمرارا لدور وزارة الداخلية ومن خلال هذه المبادرة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم. منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية قامت بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة في فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإعداد سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً لتلك المساعدات. وتحرص وزارة الداخلية بتوزيعها تلك المساعدات باستمرار على تحقيق تواصل وتفاعل مع المواطنين، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتلبية متطلباتهم من السلع الأساسية تفعيلا لدورها الإنساني والمجتمعي، والذي يعد أولوية قصوى في سياسة واستراتيجية الوزارة، وتأكيدا على روح التكافل الاجتماعي. احنا مبادر كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش محتاجة اي حاجة. ان شاء الله ما تحرم منكم يا حبيبتي. رئيسنا عبد الفتاح السيسي ربنا يخليه ويطول عمره يا رب، وهو حاسس بالغلابة، وربنا يديله الصحة والعافية، وهو حبيبنا كلنا، وربنا يزيح الغمة دي يا رب عن مصر. ووفقا لما هو مخطط له عند توزيع العبوات، وهو ان تصل الى المواطنين الاكثر احتياجا اينما كانوا، فقد قام القائمون عليها بتوزيعها عليهم في مساكنهم واماكن اقامتهم لضمان استفادة أعداد كبيرة منها. القائمون على عمليات توزيع تلك المساعدات والمواطنون اتخذوا الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامتهم وصحتهم من خطر فيروس كورونا. كل سنة وانتم طيبين. احنا مبادرة كلنا واحد
كلنا واحد يا رب. كلنا واحد ان شاء الله يا رب. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الله يرحمه. الله يسلمك يا امي. دي حاجة بسيطة وبنقولك بيها كل سنة وانت طيبة. انت طيبة. اتفضلي. حاجة بسيطة. كل سنة وحضرتك طيبة. وكما كانت ثورة 30 يونيو تجسيدا لتلاحم واضح بين كافة أطياف الشعب المصري، فإن إحياء ذكراها بمبادرات إنسانية واجتماعية كمبادرة كلنا واحد هو تأكيد على التكافل والتضامن بين أبناء الوطن لتخفيف الأعباء، وأن الشرطة المصرية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. طيب احنا النهاردة هنقترب قليلا من المشهد في ليبيا وتطورات الملف الليبي واستمرار الرئيس التركي في ضخ السلاح ونقل المرتزقة من سوريا. هينضم إلينا عبر سكايب في هذه الفقرة السيد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. لكن بعد الفاصل على طول بعد ما نتابع التقرير هنتكلم على الهلال الأحمر المصري. في الوقت اللي احنا فيه ده في فيروس كورونا هو بيقدم عدد من الخدمات سواء التوعوية او كمان المساعدات للمحتاجين هذه الخدمة عبر منظومة كبيرة جدا من المتطوعين في الهلال الأحمر المصري. هنتابع اولا التقرير ثم نعود لنتعرف اكثر عن هذا الموضوع. مع استمرار